ما هو التوحيد؟ التوحيد هو بوقته هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، يعني أشياء خاصة بالله لا يمكن أن يشارك فيها أحد. إذا الله تعوردو إذا مو هو من ده تعوردو تون حق دول هو من ده توني بيقى تاني خلي شوش دول هو من ده الله تعوردو إذا لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. قد توحيد قديق توحيد أنت أحا الله تعوذي يشدوه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق مثلا. توحيد الربوبية بوشن معنى إذ الله تعوذي تو يشو العمل الثاني مثلا أدم قولر. الثاني توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. شولغ داقة توحيد الألوهية يو إذا الله تعوذي إذا عبادة ترت أي لا يشهد العبادة عن الله عنده. الثالث توحيد الأسماء والصفات. قوله نجا توحيد الأسماء والصفات دو. بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. الله تعوردو إذا تنترشت تنصفشت. الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات خاصة به سبحانه وتعالى. الله يترش يصفات شيء تنتنيولش. لا يشارك فيها أحد. لا يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. تخليش مايات بوخ قوتش وال الله تنق تعتر والخليش مايات بوخ شيء تاني إيشان بولش.